الرحمن الرحيم من أرض الطهارة، أرض الفرات، أرض دير الزور، الصامدة الصابرة رغم كل الجراح، بهمة الشعب ورجال الجيش العربي السوري الصامدين في هذه المحافظة الذي حولها رجال الجيش العربي السوري إلى ستالينغراد 2، ستنتصر. المطار بخير، حويجة صقر ستعاد، وإلى ما بعد حويجة صقر بإذن الله سينتصر رجال الجيش العربي السوري، وستفرض كلمة الجيش العربي السوري بقيادة السيد الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد. الرحمة لشهدائنا الأبرار والشفاء لجرحانا. عاشت سوريا الأسد حرة أبية بقيادة سيادة الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد. رجال دير الزور، رجال الحرس الجمهوري، مجموعة نافذ أسد الله.